سلمى، لما بتزوري مدارس أبناء الشهداء بتحسي بقيمة عظمة التضحية، وأيضا هذا العطاء غير مسبوق، فقد باتت هذه المدارس صروحا علمية تخرج سنويا مئات الطلاب، وقد تكلفت بتدريبهم واجتماعهم بتدريبهم وطنيا واجتماعيا، وعوضتهم عن حنان الأم وغياب الأب الذي قدم روحه فداء للوطن. أكيد أريج، اليوم رح نحكي عن قيم الأخلاق وقيم أيضا الشهادة التي تزرع في أبناء الوطن ضمن هذه الصروح. أكيد مع ضيفتنا اللي رح نرحب فيها، وهي أم وهي أيضا معلمة قبل أن تكون مديرة مدرسة بنات الشهداء، السيدة مريانا جمال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. وصباحك وكل عام كل سنة وحضرتك بسلامة وأنتم بخير، والوطن وقائد الوطن كل معلمي الوطن بألف خير. ينعاد عليك يا رب، وشكرا لاستضافتكم لنا بهذا الصرح العظيم. يعني اليوم العطاء والتضحية وتقديم النفس فداء للوطن، اليوم الأبناء هن موجودين بهذا المكان، أنتم عم بتقدموا لهم كل العلم والمعرفة لحتى أكيد هن يكونوا منارة وبنات للمستقبل. اليوم هيكلية هالمدرسة، خلينا نتعرف عليها أكثر. نعم، مدارس بنات الشهداء هي ليست مدرسة فقط، هي بيت ومدرسة، هي تعلم وتربي، فلذلك للمعلم في بنات الشهداء دور مزدوج، هو دور الأسرة ودور المعلم. كذلك الأمر بنت الشهيد في المدرسة تعاني من الغياب الدائم للأب والغياب المؤقت للأم، فلذلك توجد مشكلة، أنا لا أسميها مشكلة، توجد شيء من الحساسية المفرطة، فالتعامل معها يجب أن يكون المحبة هي أولا، ثم ندرس ماذا نقدم. إذا قدمت أي شيء وأنا لا أحب من أقدم له وما أقدمه فلا أنجح، فلذلك يكون عنوان المدارس هي على المحبة نلتقي، هي عنوان لهذه المدارس. إذا انتقلت إلى الجانب التعليمي، الجانب التعليمي نحن كما أي مدرسة في هذا الوطن نطبق مناهج وزارة التربية مشكورة، تقدم كل التسهيلات إن كان من الكوادر الجيدة إن كان من أي ناحية ترفد العملية التربوية، فلا حتى تشعر بنت الشهيد وتخرج عن جو الداخلي الذي أنا أقول عنه إن ظله ثقيل على المراهقات، فلنخرج عن هذا الثقل أو الظل الداخلي وكأنها ذهبت إلى مدرسة في أي حي من أحياء دمشق. نحن في منطقة المزي، فنحاول أن نعزل الطالب عن جو داخلي، فمثلا أنا الطالبات بيقولوا ماما مريانة، فأنا إذا طلعت كل شوي الأم ما بتطلع كل شوي على الدرس تجي لعند المعلمة، فأنا بطلع زيارات خفيفة حتى تشعر أنها هي يشعروا بجو المدرسة. نعم، بالفعل يعني بعض الظهر بجو الانتظام. نعم، بعض الظهر تنتقل إلى جو الأسرة. أما عن الجوانب التعليمية فالكوادر جيدة بالمدرسة تقدم للطالب وتكون مرتاحة، وكل ما يرفض العملية التربوية نحن موجودين في مكتبة المدرسة، هي مكتبة غنية لرفض المناهج والجانب التثقيفي. كذلك الأمر مخابر جيدة جدا في المدرسة، قاعات دمج التكنولوجيا بالتعليم زائد قاعات خاصة بالمعلوماتية، أي درس نستطيع أن يقدم للطالب، ويجب أن تتابع دراستها كما الأهل، إن كانت الطالبة ضعيفة نرفض لها نقدم لها مدرسين يساعدونها في فترة ما بعد الظهر كما أي أسرة في هذا الوطن. أنا أقول يقدم لبنت الشهيد ما يقدم لأفضل طفل في سوريا. يعني هذا الشيء لمسناه، يمكن اي حدا بيمر وبيزور مدرسه بنات الشهداء بيقدر يلمس هي التفاصيل اللي حضرتك حكيتي عليها. المعروف انه المدرسه هون للساعه واحدة هي مثل اي مدرسه تتبع لوزاره التعليم، بتقوم باعطاء الدروس بشكل طبيعي. خلينا نعرف تفاصيل ما بعد الساعه الواحدة. نعم، ظهرا الانشطه يلي بتقوموا فيها على المدار اليومي او على المدار السنوي. نعم، كما اي طالبه بنت في اسره تذهب إلى غرفتها لتبدل ثيابها ثم تنتقل تتناول طعام الغداء، بعدين في فترة الأنشطة بنعطيهم كمان فترة استراحة. طبعا هي مو نقول للنوم، لا، الصبايا بيحبوا يتحدثوا مع بعضهم، الأطفال بيحبوا هيك يتناولوا يتحدثوا يحكوا عن خصوصياتهم عن شغلات، بعدين بينتقلوا إلى فترة النشاط. فترة النشاط بين الساعة وربع والساعة ونص، وإذا كانت أكثر كمان بتصير ثقل على الطالب. في كل الأنشطة موجودة بالمدرسة، من النشاطات الرياضية إلى النشاطات الموسيقية إلى الرسم، كل الفنون، النحت،
كل الفنون موجودة، يوجد مرسم في المدرسة، يوجد قاعات خاصة بالأنشطة. كمان في تنمية للمواهب. نعم. يعني أي حدا عنده موهبة ممكن أنه تتنمى داخل هذا الصرح، وأيضا يعني ممكن رفضه لمراكز تدريبية أخرى. إذا منحب نحن دائما مثلا بدنا يلعبوا رياضة، بناخذ لهم نحجز نصالي بالجلاء منشان يغيروا المكان كمان. إذا أنا ضليت إيه بحس بالتجديد، يعني دائما المراهق يتميز أنه بيحب التغيير، بيحب يكون له قرار. مثلا كمان نسألهم وين بتحبوا تروحوا، مثلا بجوز تقول بدي روح عصالة الفيحاء مو الجلاء، فلذلك يكون رأي للطالبة وين بدها تختار المكان بدها تروح عليه. الرسم هي بتغير ما بتاخذ الطالبة درس الرسم، حتى خلال الفترة الصباحية بتاخذوا بقاعة هي مرسم جاهز، المقعد اللي بتقعد عليه مخالف لمقعد الصباح. كذلك الأمر حصة الموسيقى بتاخذها بغرفة الموسيقى، بالنشاط كمان بعد الظهر في غرفة للرقص، في غرفة فنون البنات بيقدروا يدربوا باليه أو فنون شعبية أو فنون أي نوع من أنواع الدبكات والرقصات، بياخذوها بقاعة خاصة هي قاعة باليه، وعندنا مجموعة من الأطفال مجموعتين بأعمار مختلفة بيدربوا على الباليه، فكل الفنون موجودة هون بالمدرسة. طبعا نحن كورال أبناء وبنات الشهداء هو عمره من الثمانينات، البنات بياخذوا بيتدربوا على الكورال، وطبعا مختلف الاغاني، الاغاني الوطنيه بنت الشهيد هي اكثر من يكون اذا تحدث عن الوطن يكون صادق في حديثه، من قدمت والدها وهو عمود البيت وهو عنوان للاسره. نحن الشرقيين نربي ابنائنا بنات وبنين، انا احب والدتي واميزها لكن افتخر بوالدي، انا ابنه فلان، فعز الولد ابوه، فهي قدمت أغلى هالعز هذا قدمته للوطن ليفتخر به كل أبناء الوطن، فلذلك ابنة الشهيد بشكل عفوي تربى على حب الوطن، هي أتت وتحمل كل معاني الوطنية. وعلى الكادر التعليمي والتدريسي يقع عاتق جيد، وأنا بعتبر أنه أنا بعتبر حالي موفقة بالكوادر اللي تأتي إلى أبناء وبنات الشهداء، تأتي وهي مؤهلة. نعم، وتقول أنه أنا هاي البنت، أنا لو ما والدها أنا ما أنا أولادي وأسرتي وكل أبناء الوطن لا يستطيعون أن ينعموا بهذا الأمان والأمن الذي نعيش فيه. نعم. يعني ست مرياني حضرتك حكيتي عن جانب من الجوانب هو الكورال، نحن رح نروح نستمع لكورال عم بغني بنت الشهيد، أغنية بنت الشهيد، خلينا نستمع مع حضرتك ونرجع نكمل الحديث. أنا بنت شهيد الحرية، أنا بنت الأكرم والأنبل، أنا بنت شهيد الحرية، ضحى من أجل المستقبل كي تبقى يا وطني قوية، لك مني يا أبتي تحية. مدام مريانا الكورال حقق بصمة واضحة يعني، وخاصة الصبايا كان في لهم حضور واضح بالعديد من الأمسيات والعديد من المشاركات بالمهرجانات. اليوم ضمن جدران هذا المكان عم يكون في قصص وحكاية وذكريات لحضرتك، ذكرينا بعض هالذكريات اللي عشتيها. نعم، أنا بدأت بالمدرسة مشرفة ليلية
وبعتبرها يعني هي احلى مرحله بحياتي. اشتغلت للمشرفه الليليه بتكون كثير قريبه من الطالبات، فكتير وقت بيجوا البنات اللي كانوا هلا دكتورات ومهندسات بيجوا على المدرسه بنذكرهم بتفاصيل حياتهم. مثلا انت كنت تحب دراستك، بتذكر الطريقه اللي كانت تقعد فيها ورا الطاوله انه تحببني حتى انا بالدراسه. وبنفس المرحله انا كنت عم اعمل دبلوم، فكنت انا عم ادرس والطالبات عم يدرسوا، كنت يعني اطلع ببعض الطالبات قلدن انا في الدراسه. فبتبقى دائما البنات لانه منعيش معهم وقت طويل بتبقى في ذكريات حلوه كثير. يعني انا مثلا اي طريقه بينادوني فيها البنات بتوصل، يعني رسالتهم بتوصل، مو ضروري تقول لي ماما مريانه، بجوز تقول لي انسي، بجوز اي كلمه تقول لي اياها. فانا المحبه لان بنعيش وقت طويل مع بعضهم. وانا دائما بقول اي شخص انت بتحبه بتكون عنده نفس الرساله. ونحن بعتبر شو ما قدمنا لهم كل الكوادر من المستخدمة اللي هي بتخلينا نشوفها النظافة، للمعلمة، حتى الإدارية، كل واحد فينا لازم يكون له دور بحياة الطالبة، من النظافة إلى سلوك. نحن ما منجرحن من إلا أنت غلطتي هلأ، لا، أنا بوصلها الرسالة بأسلوب تاني. ممكن أحيانا نكون أنا بقلن وقت أحيانا منعبر بطريقة مثلا هني بيعتبروها البنات قاسية، بقلن هاي ما نقساوي، هاي حنان الأم، لحتى نوصل الرسالة. الأم أحيانا بتضطر تكون قاسية مع بناتها لحتى توصل لن أنه أنت شو لازم تتصرفي. فأنا ما بشوف إلا يعني بنت الشهيد هي جزء من هالمجتمع، لازم تكون مثل أي مراهقة، وهذا الوضع السوي بدها تغلط وتصلح. فمنذكرن كيف وقت غلطت البنت وكيف نحن بعدين رجعنا أصدقاء، لا تأخذ صاحب إلا بعد خناقة، بنتخانق بالأول بعدين نتصالح، يعني مثل أي أسرة، أي بيت، مثل أي أسرة. عائلة. قلت لي كيف الأم وقت تغلط بنتها بتسكر 100 باب وشباك، هي بتخانقها بس ما بتخلي حدا يسمع. ونحن جميلة هاي التفاصيل يلي عم تشاركينا فيها حضرتك. يعني اليوم نحن أيضا بختام حديثنا معك حابين نستمع منك لكلمة بتحب توجهيها يمكن لكل الأنسات أكيد المتواجدات، لكل الأمهات، هن أمهات قبل ما يكونوا معلمات، وأيضا لكل معلمين سوريا بهذا اليوم. نعم، أول شيء بدي أتوجه للكوادر بالمدرسة. نحن تقسم الكوادر إلى 3 كوادر، هي الإشرافين، الإشراف الليلي والنهاري، والكادر التدريسي والتعليمي، وكل الإداريين وكل العاملين بالمدارس بعتبر إلن دور تربوي، كل من الحرس اللي على الباب كل دور تربوي في حياة أبنائنا. فبقول لهم يعطيك العافية على الجهد اللي عم يتقدم. نحن شو ما قدمنا لابن الشهيد صحيح قليل، لكن كمان اللي عم يعمل مع أبناء الشهداء كمان له فضل كبير، أنه هو بيقدم أكثر ما يقدم المعلم في أي مدرسة ثانية. معلم اللي بيدرس بأبناء وبنات الشهداء ليس مثل المعلم في المدارس العادية، له دور تربوي جهد مضاعف. نعم، بقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هني وأسرهم بألف خير. ولكل المعلمين بقول لهم أيتها الشموع التي نذرت نفسها للوطن ولأبناء الوطن، كل عام وأنتم بخير. وإلى قائد الوطن الذي نعتبره المعلم الأول، كل عام إن شاء الله وأبناء الوطن. وإلى الشهداء الذي سقطوا في يوم أمس، نقول لهم سوريا تحتاج إلى رجال أقوياء، وإن شاء الله أبناء سوريا كلهم أقوياء، كلهم معلمون. فكل عام والوطن وقائد الوطن وأبناء الوطن والمعلمين بشكل خاص في عيدهم. أما الأمهات فأقول لكل أم في هذا الوطن، وأخص أم الشهيد وزوجة الشهيد، أقول لها أيتها الصابرة المصابرة، كل عام وأنت والوطن بألف خير، أنت من جعلت هذا الوطن صامدا شامخا. كل عام وانتم الإخبارية وكل إعلامنا بألف خير. وانت بخير مدام مريانة الجمل، مديرة مدرسة بنات الشهداء، شكرا لوجودك معنا وشكرا لاستضافتكم إلنا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا.